لم ننتهي بعد، هو شعار المسيرة العاشرة لفرسان القافلة الوردية التي شهدنا انطلاقها اليوم طبعا بحضور مباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي حفظه الله طبعا رئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان. لم ننتهي بعد، هي طبعا عنوان جميل لهذه المسيرة التي تحتفي هذا العام بعشر سنوات، عشر سنوات من الإنجاز، وإن شاء الله عشر سنوات قادمة بإذن الله من الإنجاز أيضا. مسيرة نبعت من مجتمع من إمارة الشارقة، من مجتمع دولة الإمارات، وتهدف إلى خدمة مجتمع دولة الإمارات. أحب أني أنا أدعو جميع السادة المشاهدين أنهم يشرفون في عياداتنا الثابتة والمتنقلة خلال العشر أيام المقبلة، والاستفادة من الخدمات المقدمة، لأن سرطان الثدي مهم اكتشافه مبكرا، لأن نسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 95%. عفاكم الله وشافاكم، وشكرا، وإن شاء الله نشوفكم في عياداتنا.